بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مطرد الزهراني محمد السند من المملكة العربية السعودية. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن وسلي اللي يقع في مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن. طبعا ولاية ويسكونسن تقع في الجهة الشمالية من أمريكا. ماديسون كمدينة لا تعتبر مدينة كبيرة كالمدن اللي تعرفونها. أقرب مدينة كبيرة ومشهورة لماديسون اللي هي شيكاغو. من ناحية الطقس ومستوى الماء محمد راح يتكلم عن الشيء هذا. أول شيء بالنسبة لفصل الصيف، الفصل الصيف جدا جميل الجو فيه، يعني درجات الحرارة تراوح ما بين 14 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة لفصل الشتاء، فصل الشتاء طبعا كانت تجربة جميلة جدا، كانت أول مرة شفنا فيها الثلج. بالنسبة لمستوى الأمان، مستوى الأمان مدسون تصنف من أعلى مدن أمريكا من ناحية الأمان. محورنا الثاني راح يكون عن الدراسة في وسلي. طبعا وسلي يتكون من 7 مستويات رئيسية. المستويات الأخيرة طبعا راح تكون المستويات الأكاديمية. بعد ما يخلص الطالب المستويات الأكاديمية يحصل على التوصية من وسلي. التوصية هذه راح تكون نافعة لك في عدد من الجامعات. الجامعات اللي راح تقبل توصية وسلي لن تحتاج إلى اختبار توفل أو آيلتس. بعد ما تخلص المستويات الأساسية يوجد لديك عدد من الكلاسات الاختيارية. بالنسبة للكلاسات الاختيارية في كثير منها استعداد الاختبارات القياسية، منها اللهجة الأمريكية، الثقافة الأمريكية، البزنس. بصراحة أكثر كلاس عجبني واستفدت منه اللي هو كلاس استعداد الاختبار التوفل. صراحة درجتي اختلفت اختلاف كلي عن قبل ما أخذ هذا الكلاس. بالنسبة أيضا يوفر وسلي ميزة جدا جميلة اللي هي يوفر لك شخص من أمريكا تتواصل معه خارج وسلي، بحيث أنك تمارس لغتك الإنجليزية. هو أحيانا يكون عنده رغبة في أنه يتعلم. محورنا الثالث والأخير راح نتكلم فيه على الجانب الترفيهي في وسلي. وسلي لا يعتبر بس مكان دراسة. ينقسم الجانب الترفيهي في وسلي لقسمين، هو الجانب اللي راح يكون داخل مدينة ماديسون وخارجها. الأنشطة اللي غالبا تكون في وسلي داخل مدينة ماديسون اللي هي زيارة المتاحف اللي تشتهر فيها مدينة ماديسون، أيضا زيارة المسارح الفنية، أيضا زيارة البحيرات اللي تشتهر فيها ماديسون. وبالنسبة للرحلات الخارجية، يعني راح يكون في زيارات للمدن الكبيرة المجاورة مثل شيكاغو وملواكي، وأيضا في رحلات تزلج ورحلات أخرى خارج مدينة ماديسون. ختاما أنا فخور جدا أنا ومطر أن درسنا وكنا جزء من وسلي، وأنصح الجميع اللي يبغى يطور لغته أو مخطط يكمل دراسته أنه يختار معهد وسلي للدراسة.